في كل الإطار ده بلاقي أننا بكرة الصبح هنبدأ بقى وقائع المؤتمر الاقتصادي مصر 2022. لو تفتكروا أن الرئيس وجه بضرورة عمل هذا المؤتمر، حلو، المؤتمر يبدأ من الحد 23 وينتهي يوم الثلاث 25 أكتوبر الحالي. طيب إيه المؤتمر؟ المؤتمر هيتناقش فيه أوضاع الاقتصاد المصري الحالية ومستقبل الاقتصاد المصري. طيب مين اللي هيشارك؟ الكل يشارك، يعني هتلاقي اقتصاديين كبار، خبراء اقتصاد، مفكرين، رجال أعمال، معارضة بالمناسبة مشاركة، هتلاقي طلبة زي بنتنا وهي اللي اتكلمنا عليها هتبقى موجودة بكرة بإذن الله، أحزاب، إلخ إلخ، يعني مؤتمر معمول لمناقشة الاقتصاد المصري حاضره ومستقبله. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله يا رب على طول. احنا بنتكلم يا دكتور على المؤتمر اللي يبدأ بكرة الصبح بإذن الله، وأهمية هذا المؤتمر في مناقشة أوضاع حالية وفي نفس الوقت الأفاق المستقبلية لاقتصادنا، يعني يا ترى هنوصل لحد فين في ظل المعطيات الدولية كمان. تمام بالظبط كده. طيب عايزين نعرف هنناقش أو جلسات المؤتمر هتتحرك إزاي ونوعية الخبراء والمشاركين. حاضر. احنا ان شاء الله باذن الله المؤتمر هيبتدي بكره باذن الله على مدار ثلاث ايام، الحد الاثنين الثلاث. عندنا اول يوم بنناقش السياسات الاقتصاديه الكليه، وعندنا جلسات، هي جلسات ورا بعضها متتاليه، فبنبدا بجلسه بيفتتحها السيد رئيس الوزراء وبيعدينا يعني في حوالي مثلا 45 دقيقه عرض عن الاقتصاد المصري خلال الفترة السابقة. تقريبا بنستعرض الاقتصاد المصري في 40 سنة وبنشوف الصدمات اللي عدت على الاقتصاد المصري وأداء الاقتصاد المصري وإزاي الاقتصاد المصري مؤشراته تحسنت خلال هذه الفترة. بعد كده عندنا جلسة بترأسها السيدة وزيرة التخطيط بنتكلم عن المؤشرات الاقتصادية الكلية. طبعا الجلسات اللي بعد جلسة رئيس الوزراء بتكون برئاسة أحد الوزراء، ومعانا خبراء ومعانا ناس من رجال الأعمال والمستثمرين في نفس الجلسة. الجلسة بتاعت السيدة وزيرة التخطيط هتناقش المؤشرات الاقتصادية الكلية، هنتكلم عن البطالة وحجم البطالة، هنتكلم عن مؤشرات النمو، هنتكلم عن متوسط الناتج المحلي، متوسط الدخل الفرد، وده مثلا في 10 دقائق. وبعدين بعد كده بيبقى فيه الخبراء بيتحاوروا مع السيدة وزيرة التخطيط وكمان المستثمرين ورجال الأعمال بحيث ان احنا نسمع الآراء كلها ويبقى عندنا منهج احتوائي. بعد الجلسة بتاعة المؤشرات الاقتصادية الكلية هيبقى عندنا جلسة السياسة المالية، ودي بيرأسها السيد وزير المالية، وأيضا السيد وزير المالية الجلسة تقريبا ساعة ونص، هو بيتحدث في 10 دقائق ربع ساعة، وبعد كده الخبراء اللي معاه في الجلسة والمستثمرين ورجال الأعمال بيتناقشوا معاه في أمور السياسة المالية، بنتكلم في الموازنة، بنتكلم في العجز، بنتكلم في الدين، بنتكلم في كل المؤشرات اللي ليها علاقة بالسياسة المالية. ثم يليها الجلسة الأخيرة، ودي هتكون جلسة السياسة النقدية بيرأسها السيد محافظ البنك المركزي، وأيضا معاه الخبراء في هذا المجال ومعاه من رجال الأعمال والمستثمرين علشان نتكلم على السياسة النقدية ونتكلم على التضخم ونتكلم على سعر الصرف ونتكلم على سعر الفايدة بحيث ان احنا نشوف توجه السياسة النقدية والتحديات اللي بتواجهها السياسة النقدية. ده اليوم الاول، وزي ما قلت لحضرتك دي سياسات اقتصادية كلية وبتكون الجلسات متتابعة ورا بعضها. اليوم الثاني بيبقى عندنا جلسات قطاعية، وعندنا ايضا جلسة مهمة جدا اللي هي بتاعة تمكين القطاع الخاص. فبنبدأ اليوم الثاني بافتتاح جلسة الافتتاحية بتاعة تمكين القطاع الخاص، بنستعرض فيها وثيقة ملكية الدولة. أيوة. بالضبط كده، اللي هي طبعا حضرتك عارف طرحها السيد رئيس الوزراء في شهر مايو اللي فات، وطرحت للطرح المجتمعي وتعمل جلسات عمل عديدة واتعمل لقاءات كثيرة جدا، ودلوقتي احنا عندنا نسخة تقريبا النهائية من هذه الوثيقة فهيتم طرحها ومناقشتها.
هيكون في هذه الجلسة السيد رئيس جهاز حماية المنافسة والسيد نائب وزير المالية، هيتحدثوا كل واحد منهم هيعمل برزنتيشن. جهاز حماية المنافسة لأن احنا الوثيقة بتتكلم عن الحياد التنافسي أيضا، لأنه هو أحد العناصر المهمة جدا لتمكين القطاع الخاص، فعلشان كده هنتكلم عن الحياد التنافسي وهنتكلم عن الوثيقة في وجود مستثمرين ورجال أعمال ورجال من القطاع الخاص علشان نقدر نشوف رؤيتهم ووجهة نظرهم. طيب هل يا دكتور جيهان يطرح في المناقشة الفارق ما بين وثيقة ملكية الدولة والخصخصة كما عهدناها زمان؟ عشان المفهوم ملتبس على الناس. خليني أقول لحضرتك حاجة، الوثيقة فيها الكلام ده، لكن مش بالضرورة في المناقشات يتم التطرق لده. لكن الوثيقة حضرتك عارف طبعا مدة الجلسة بتبقى ساعة ونص، كل حد فيهم هيتكلم 10 دقايق وبعدين هيبقى فيه مناقشة، اللي هيكون موجود في المناقشة هيترد عليه، ولكن الوثيقة نفسها علشان هي وثيقة مش صغيرة مش هينفع انه هي يتم استعراضها كلها، ولكن هي الوثيقة عرضت على زي ما قلت لحضرتك احنا عملنا 40 جلسة عمل وكان فيها 1000 مشارك، وبالتالي الموضوعات دي اللي هي اسلوب التخارج او اسلوب المشاركة تم مناقشتها وموجودة في الوثيقة. حلو جدا. هل المناقشة هتروح في الحتة دي ولا لا؟ وارد طبعا، لكن هو عندنا كل الأطياف من القطاع الخاص، فالمناقشة ممكن تروح في هذا الاتجاه وتحدد الفرق. لو ما حصلش هو مكتوب في الوثيقة نفسها الفرق ما بين أو يعني أساليب التخارج اللي ممكن يتم التعامل معها. بعد كده في جلسة، ده اليوم الثاني، بعد كده في جلسة بنتكلم فيها عن التمويل، والتمويل من المؤسسات التنمية اللي هو متاح للقطاع الخاص، ودي بترأسها السيدة وزيرة التعاون الدولي، وبتستعرض فيها أساليب التمويل وفرص التمويل اللي ممكن تكون موجودة للقطاع الخاص. لو عشان احنا اتكلمنا عن تمكين القطاع الخاص، فالتمكين بيبقى له إجراءات ولوائح من ضمنها طبعا موضوع الحياد التنافسي وأيضا تمويل، فعشان كده حطينا التمويل بعد تمكين القطاع الخاص. وبعدين بيبقى في عندنا جلسات تزامنية قطاعية، فاحنا المفروض هنبتدي بقى نتكلم على خارطة الطريق، فخارطة الطريق دي علشان نتكلم عليها لازم ندرس كل القطاعات أو ندرس القطاعات أهم القطاعات، فعندنا قطاع الزراعة، قطاع السياحة، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الطاقة، كل دي قطاعات هيتم الجلسات تكون جلسات تزامنية بنتكلم فيها على الخارطة الطريق للأجل القصير والمتوسط والأجل الطويل، أيضا بيرأسها الوزير المعني ومعاه عدد من الخبراء من القطاع الخاص ومن المستثمرين ومن الاقتصاديين، علشان يقدروا خلال هذه الجلسة أنهم يحطوا لنا ملامح كده للاستراتيجية في المستقبل. في أيضا جلسة هتبقى عن الصندوق السيادي ودور الصندوق السيادي في تقديم ممتلكات الدولة والاستثمارات، دي هيكون فيها السيدة وزيرة التخطيط ورئيس الصندوق السيادي وأيضا مستثمرين. وبعدين هيكون في عندنا جلسة لسوق المال، هيكون فيها رئيس الرقابة المالية ورئيس البورصة وأيضا القطاعات المالية الغير مصرفية، علشان نتكلم فيها على كيفية تعامل البورصة مع التحديات اللي موجودة وإزاي السوق المالي يكون مهيئ للاستثمارات، لأنه لما نتكلم عن التخارج فمعنى كده أنه لازم هيكون في طروحات، فلازم البورصة تكون مهيئة واللوائح والقوانين بتاعتها تكون متمشية مع التوجه بتاع تمكين القطاع الخاص. ده طيب. اليوم الثاني. حلو قوي. اليوم الثالث عندنا جلسة مهمة جدا جدا اللي هي جلسة القطاع الصناعي. هيكون فيها السيد رئيس البنك المركزي، محافظ البنك المركزي، والسيد وزير المالية والسيد وزير التجارة والصناعة، علشان نتكلم على الأفاق، التحديات والأفاق قدام الصناعة. احنا طبعا بنتكلم على تعميق صناعة، بنتكلم على استراتيجية للصناعة، لأنه زي ما حضرتك عارف الصناعة هي من القطاعات الرئيسية اللي فيها الاقتراحات الهيكلية، علشان نقدر ان احنا نعلي من معدل النمو ونزود من معدل النمو بتاع الناتج المحلي الإجمالي بتاعنا. فجلسة الصناعة هي جلسة هامة جدا جدا، وزي ما قلت لحضرتك فيها الثلاث أطراف، البنك المركزي والمالية والتجارة. بعد هذه الجلسة بتكون الجلسة الختامية اللي هيعلن فيها التوصيات بتاعة المؤتمر وحزمة الحوافز اللي هيعلنها السيد رئيس الوزراء إن شاء الله. طيب ثلاث أيام.
هسأل سؤال لأنه ممكن يكون سقط سهوا مننا، مسألة النشاط العقاري والاستفادة من المخزون العقاري المصري موجودة طبعا، وتصديره. موجودة موجودة يا فندم، موجودة في في الجلسات التزامنية. أنا بس حلو. علشان ما الوقت بشرح ده ممكن حضرتك يبقى بسرعة سقط عشان ما سهوا. قلتش أيوه أنا ما قلتش كل القطاعات، يعني هي صحيح أنا قلت صحيح. على سبيل المثال القطاعات، ما لحقتش أسرد كل القطاعات. طيب محلولة بإذن الله. يعني عندنا 3 أيام حمية الوطيس زي ما بتقال يا دكتور، شدوا حيلكم وربنا معاكم ربنا يعني، يسهل إن وإحنا شاء الله بإذن الله بإذن الله. هنتابع معاكم أول بأول كل يوم كده، وبإذن الله نخرج بنتائج وتوصيات بإذن الله قابلة إن للتفعيل شاء الله والتطبيق. أشكرك جدا، إن شاء الله أشكرك بإذن جدا الله. دكتور جيهان صالح، مستشارة رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.